بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة ليسون رقم 6 في دروس العملي الداتا شو والجارز والسلايدز. النهاردة الدرس بيتكلم عن الميزينكايمال تيومرز. الميزينكايمال تيومر سواء كان بيناين او مالجنانت. طيب عندنا يعني ايه اصلا ميزينكايم؟ شرحنا في النظري ان الفرق بين الابيثيليال وبين الميزينكايم كان حاجتين. ان الابيثيليوم بنعرفهم ان هم شوية سيلز ليهم ترتيب معين، والترتيب ده مرصوصين بيه على بيزمنت ممبرين. لكن الميزينكايمال مالهم؟ الميزينكايمال مالهمش اي ترتيب، خلايا متفرقة عن بعضها وبنعرفهم من بعض بالماتريكس اللي الخلايا دي بتطلع. يبقى الابيثيليوم بنعرفه بترتيب الخلايا، زي مثلا ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم بيكون باديه بيزل، وبعد كده البوليهيدرال سيلز، وبعد كده الكيراتين. لكن الميزينكايم مثلا زي البون او زي الكارتليج ما لهمش ترتيب معين زي الستراتيفايد سكويمس او زي الكولومنر او الحاجات دي، لا دي شويه خلايا بعرفهم من الكارتليج من الماتريكس اللي هما بيطلعوا. يعني مثلا البون بيطلع حاجه اسمها اوستيويد ماتريكس بنعرف من خلاله ان ده بون. الكارتليج بيطلع حاجه اسمها كارتلاجينس ماتريكس بعرف من خلاله ان ده كارتليج. مثلا الفايبروبلاست الفايبروستيشو بيطلع حاجه اسمها كولاجين. الكولاجين ده هو الماتريكس بتاع الفايبروستيشو، بعرف من خلالها ان ده فايبروستيشو. يبقى الميزينكايم بيتعرف بماتريكس، والابيثيليوم بيتعرف بترتيب الخلايا، والخلايا مرصوصه على بيزمنت ممبرين. طيب بالنسبه نيجي بقى ندخل على الميزينكايم اللي احنا هنشرحه النهارده. الميزينكايم ده بيطلع ماتريكس. الماتريكس ده ممكن يبقى انترا سيلولر وممكن يبقى اكسترا سيلولر. الماتريكس ده انترا سيلولر زي الفات، الفات دايما بيتجمع جوه الخلايا، تمام. لكن الاكسترا سيلولر زي في حالات البون والكارتليج او الفايبروستيشو اللي هنشوفها دلوقتي في السلايدز كمان شويه صغيرين. هنبدا اول حاجه بالماليجنانت ميزينكايمال تيومرز. عندنا الماليجنانت ميزينكايمال تيومرز هما اتنين بس. ايه الاتنين دول؟ الاوستيو ساركوما والفايبرو ساركوما. والاتنين دول ماش عندنا غير داتا شو، مش بيجوا جلاس سلايد، يعني بيجوا داتا شو بس. اول حاجة عندنا هناخدها اللي هي الاوستيو ساركوما. الاوستيو ساركوما دي ماليجنانت ميزينكايمال تيومر. يعني ايه مالجنانت ميزينكايمال تيومر؟ يعني تيومر طالع من ميزينكايم. الميزينكايم ايه؟ اسمها اوستيو ساركوما. يبقى الميزينكايم ده اللي هو البون. طيب اي مالجنانت ميزينكايمال تيومر عندنا هنتفق ان احنا هنعمل كومنت عليه بكذا حاجه، زي ما اتفقنا قبل كده هنكومنت ازاي على المالجنانت ابيثيليال تيومر وخدنا له اسطمبه وعرفنا ازاي نكومنت على المالجنانت ابيثيليال تيومر، هناخد برده اسطمبه هنكومنت بيها على المالجنانت ميزينكايمال تيومر. المالجنانت ميزينكايمال تيومر عبارة عن سيلز وماتريكس. اول حاجة السيلز دي هتبقى يا اما بتبقى سبندل، غالبا الميزينكايمال تيومر الخلايا اللي فيه بتبقى سبندل. يعني اي مالجنانت ميزينكايمال تيومر وصفت الخلايا انها سبندل هنعتبرها صح، بتبقى سبندل او راوندد او بيكون فيهم كمان مالتي نيوكلييتد جاينت سيلز. الخلايا اللي انا قلت عليها دي بتاكسبريس الفيتشرز اوف انابليزيا اللي احنا قلناهم الخمسه، اللي هم انكريز ان سي ريشيو، بلايومورفيزم، هايبركروميزيا، بروميننت ميتوتيك فيجرز، اند بروميننت نيوكليولاي. بعد ما وصفنا الخلايا ووصفنا الفيتشرز اوف انابليزيا لازم نوصف الماتريكس اللي الخلايا دي بتطلعه. خلاص يبقى احنا بنعمل كومنت على السيلز وبنعمل كومنت على الماتريكس اللي بيطلعه السيل دي. خلاص بالنسبه للسيلز بنقول يا اما هم اسبندل او راوندد او مالتي نيوكليتد جاينت سيلز، والماتريكس بيختلف من تيومر لتيومر تاني. طبعا الفيتشرز تبقى انابليزيا ثابته. اول حاجه هناخدها الاوستيو ساركوما. الاوستيو ساركوما بتيجي سيكشن في ايه؟ سيكشن السيستم بتاعها اسمه سي ان اس بون اند اندوكراين. هو السيستم اسمه كده على بعضه، سي ان اس بون اند اندوكراين، تمام. طيب بتيجي داتا شو بس، مش بتيجي جلاس سلايد، يعني بنشوفها الصوره دي بتيجي كوبي بيست كده في المعمل، ما بتجيش خالص على السلايد، بتيجي نفس الصوره دي. بتشوف ايه في الصوره بقى؟ زي ما احنا شايفين كده
بنلاقي خلايا لونهم مزرق شوية وخلايا كبار، في منهم حاجات سبندلينج زي مثلا دي، في حاجات عاملة سبندل، وفي حاجات راوندد تمام، وفي حاجات مالتي نيوكليتد زي الحاجات دي. دي مثلا هنلاقي شوية خلايا منهم راوندد وشوية سبندلينج وشوية مالتي نيوكليتد تمام، وفيهم الفيتشرز اوف انابليزيا اللي احنا قلنا عليهم. ولو بصينا بين المالجنان سيلز دول، شايفين البينك اللي بين المالجنان سيلز دول؟ البينك ده هو الماتريكس، بسميه اوستيويد ماتريكس. خلاص طيب، يبقى احنا شفنا المالجنان سيلز ومطلعين ماتريكس. اي ميزينكايمال تيومر هيبقى كده، سيلز وماتريكس. قدامي المالجنان سيلز هم راوندد او سبيندل شيب او مالتي نيوكليتد جاينت سيلز، وبينهم الماتريكس اللي لونه بينك ده اللي انا بسميه اوستيويد ماتريكس. الماتريكس في الاوستيوساركوما ممكن يكون اي حاجه تانية، بس دي الصوره بس اللي بتجينا في الامتحان، بس ممكن تبقى اي حاجه تانية عشان نكتبها في الكومنت. الاوستيوساركوما ممكن تطلع كولاجين، الاوستيوساركوما ممكن تطلع اوستيويد ماتريكس، اوستيويد يعني لسه سوفت، او حاجه اسمها اوسياس ماتريكس زي الاوستيويد بس بدا يحصل فيه شويه كالسيفيكيشن تمام. ممكن يطلع الماتريكس بتاع الكارتليج. الاوستيوساركوما بتطلع اي ماتريكس من اي ميزينكايمال تيشو، معروف عنها كده. بس اللي في السلايد دي اللي احنا شايفينه قدامنا ده اوستيويد ماتريكس بس، البينك ده هو الاوستيويد بس. لما باجي بوصف بقول كل انواع الماتريكس حتى اللي انا مش شايفاهم. لما اجي اوصف هقول ايه؟ هقول سكشن ان بون شوينج مالجنانت انفيلتريتيف نون كابسيوليتد جروس فورمد اوف ايه؟ مالجنانت سيلز. السيلز دي سبندل أو rounded أو multinucleated joint cells showing features of anaplasia in the form of increase in ratio pleomorphism hyperchromasia prominent nucleoli prominent mitotic figures. وهنقول إن السيلز دي produce osteoid matrix، ده أنا شايفة قدامي البينك ده هو الأوستيويد. بس بعد ما خلص أجيب سيرة الماتريكس الثانية هقول it may produce osseous matrix أو cartilaginous matrix or fibrous matrix. الفايبرس matrix اللي هو الكولاجين تمام. يبقى دلوقتي اتفقنا ان اي malignant mesenchymal tumor بيتكون من cells ومن matrix تمام. السيلز دي تبقى يا spindle يا rounded يا multinucleated giant cells، والmatrix بيختلف على حسب التيومر طالع منين. كل mesenchyme بيطلع matrix معين. طيب اما اجي اعمل comment، بكومنت اول حاجة على السيلز واقول ان السيلز دي showing features of anaplasia، وبعد كده اوصف الmatrix. يبقى في الاوستيوساركوما اللي قدامنا دي، دي بتيجي سكشن السيستم بتاعها اسمه سي ان اس بون اند اندوكراين. السيستم شامل الثلاثه، شامل السي ان اس والبون والاندوكراين. اما اجي اوصفها اقول ايه؟ اقول ان هي سكشن ان بون. طبعا مش هقول سكشن ان سي ان اس بون واندوكراين، لا انا بوصف بس الحاجه اللي قدامي. طبعا الاوستيوساركوما طالعه من البون، يبقى بقول سكشن ان بون شوينج مالجنانت نون كابسيوليتد انفيلتريتيف جروس فورمد اوف rounded spindle cells rounded cells and spindle cells and multinucleated joint cells showing features of anaplasia اللي هي ايه؟ increase in ratio hyperchromasia pleomorphism prominent mitotic figures and prominent nucleoli. the cells produce osteoid matrix اللي هو البينك اللي ماشي بين الخلايا ده، ده اسمه ايه؟ osteoid matrix. بس الماتريكس الاوستيوساركوما ساعات بتطلع اي ماتريكس بتاع اي ميزينكايم، ساعات بتطلع كارتلاجينس ماتريكس، ساعات بتطلع فايبرس ماتريكس. يبقى اقول ات مي برودوس كارتلاجينس اور فايبرس ماتريكس حتى لو انا مش شايفاها قدامي في السلايد. السلايد دي بتيجي داتا شو بس، مش بتيجي جلاس سلايد. طيب تاني مالجنانت تيومر عندنا النهارده، مالجنانت ميزينكايمال تيومر الفايبرو ساركوما. الفايبرو ساركوما ده بيجي عبارة عن ايه؟ الفايبروساركوما السكشن بيجي عندنا سكشن ان سكين اند سوفت تيشو، يبقى ده بيجي تبع سيستم السكين والسوفت تيشو. بتيجي داتا شو بس، ما بتجيش جلاس سلايد. طيب بنعرفه ازاي التيومر ده عبارة عن سبندل شيبد سيلز وبس؟ اللي انا بشوفه قدامي كلها خلايا سبندل. الخلايا السبندل دي الترتيب بتاعها هنلاقيه بالمنظر ده، يعني ترتيب السبندل سيلز هلاقيه بالمنظر ده. ازاي هلاقيهم ماشيين كده؟ هلاقي الخلايا ماشية كده، سبندل سيلز طالعين كده نفس الترتيب ده، سبندل سيلز متفرعين كده ماشيين بالترتيب ده.
الترتيب ده بيسموه ايه؟ بيسموه هيرنج بون باترن. يعني ايه هيرنج بون؟ هيرنج بون يعني شبه الشوكه اللي في ظهر السمكه. يبقى احنا لو جينا ركزنا شويه في السلايد دي هنلاقيها بنفس المنظر ده، هنلاقيهم ماشيين اهم كده ومتفرعين عاملين زي الشوكه اللي في ظهر السمكه اللي هي الهيرنج بون باترن. يبقى الفايبروساركوما عباره عن سبيندل سيلز arranged in herring bone pattern، تمام، والخلايا بتاعتها showing features of anaplasia، والماتريكس اللي بتطلعه الكولاجين، ان الفايبروبلاست بتطلع كولاجين، يبقى الفايبروساركوما الماتريكس بتاعها عباره عن ايه؟ كولاجين. يبقى لما اجي اوصف السلايد دي بقول ان هو section in skin او section in soft tissue، خلينا بلاش skin هنقول section in soft tissue، showing malignant infiltrative non-capsulated growth in the form of spindle cells arranged in herring bone appearance. The cells showing features of anaplasia in the form of increased in serratio ratio, pleomorphism, hyperchromasia, prominent nucleoli, prominent mitotic figures. The cells produce collagen in the background. وبالظبط زي ما انا بقول الكومنت وزي الاستنباط اللي انا بكتبها لكم بالظبط، نكتب الكومنت بالمنظر ده، لان الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها مش عاجباني، شكلها مش حلو، شكلها ما يجيبش درجات، الكلام بتاعها جايب من كل، يعني كلام مش منظم. انت المفروض بتكتب باراجراف على بعضه كلام منظم بالترتيب اللي انا بقول لكم عليه. الترتيب اللي بقول لكم عليه ده هو اللي هيخليك تجيب الفول مارك. ما مشيتش على الترتيب ده هوت هتنسى حاجات، وهتكتب حاجات المفروض تبقى ريليتد مع بعض، هتكتبهم في اماكن متفرقه، وده هينقص منك درجات كتير. يعني الاسطمبه اللي بحطها لك دهيت مش رخامه، لا دي لازم تمشي عليها علشان خاطر هي دي اللي هتخليك تكتب بطريقه منظمه. اما تثبت اسطمبه واحده لكل الماليجنانت ايبيثيليا واسطمبه واحده لكل ماليجنانت ميزينكايمن، هتلاقي نفسك خلصت نص سلايدز الباثولوجي في اسطمبتين بس، وهتكتبهم بطريقه محترمه وكويسه. غير كده هتكتب كلام خزعبلات ومش تاخد عليه اي درجات، تمام؟ طيب احنا كده خدنا الاثنين ميزينكايمال مالجنانت تيومر. احنا اتفقنا ان الميزينكايم ده تيشو بيطلع ايه؟ بيطلع ماتريكس، والماتريكس ده بيكون يا اما انتراسيلولر يا اما اكستراسيلولر. خلصنا الاثنين مالجنانت ميزينكايمال تيومر اللي هما الاوستيوساركوما والفايبروساركوما. هناخد الاثنين بقى بيناين ميزينكايمال تيومر. البيناين ميزينكايمال تيومر الاسطمبه بتاعته ايه؟ كابسيوليتد تيومر، لان هو بيناين، تمام، بيتكون من بروليفريتد سيلز. وهوصف ايه هما السيلز بقى اللي بيتكون منهم الميزينكايم دول، والسيلز اللي بروليفريتد دول بيبقوا سيباريتد بسين فايبرس ستروما، والسيلز دول بيطلعوا ماتريكس، سواء كان الماتريكس ده جوه الخليه او كان الماتريكس ده بره الخليه. الكلام ده كله مكتوب عندكم في البوست بتاع الاستنباط بتاع الليسون ده. يبقى عشان اوصف الميزينكايمال بيناين تيومر بوصف ان هو اول حاجه كابسيوليتد، تاني حاجه بيتكون من بروليفريتد سيلز، والسيلز دي بتتقسم بثين فايبرس ستروما او ثين فايبرس سيبتا، والسيلز دي بتطلع ماتريكس سواء كان الماتريكس ده انتراسيلولر او سواء كان الماتريكس اكستراسيلولر. لو بدانا باللايبوما، اللايبوما دي بتيجي جلاس سلايد وبتيجي على الداتا شو، بتيجي الاثنين. طيب بتيجي السكشن بتاعها سكين اند سوفت تيشو، تمام، السكشن اسمه سكين اند سوفت تيشو. لما تيجي تحت الميكروسكوب هعرفها ازاي؟ هعرفها من بره، هرفع الشريحه هلاقي مكتوب عليها سكشن ان سكين اند سوفت تيشو على الباركود، هبص بعيني هلاقي الشريحه فاضيه ما عليهاش اي تيشو، بينك خالص الشريحه كانها حته ازازه فاضيه. لقيت شريحه فاضيه في سيستم سكين اند سوفت تيشو يبقى دي على طول لايبوما. مفيش اسهل من كده. اللي بيجيله لايبوما في الامتحان ده اللي بيكون ايه؟ ماما راضيه عنه قبل ما ينزل يروح الامتحان، بتيجي كتير، تمام. طيب يبقى دي اللايبوم بتيجي داتا شو وبتيجي جلاس سلايد وبتيجي في سيستم السكين اند سوفت تيشو. بعرفها زي تحت الميكروسكوب ان هي شريحه فاضيه، سيستم سكين اند سوفت تيشو والشريحه فاضيه حته ازاز ما عليهاش تيشو. اما اجي ابص تحت الميكروسكوب او في الداتا شو هنلاقي ايه؟ هنلاقي المنظر ده. الاديبوسايتس دول خلايا السيتوبلازم بتاعهم كلير، ليه؟ لان الفات بيدوب في اثناء البريباريشن، الفات بيدوب في الزايلين بتاع البريباريشن، وبينهم والسن من السيل ميمبرين بتاعهم سن وسيباريتد بسين فايبرس ستروما، ممكن نشوفها وممكن ما نشوفهاش.
يبقى لما اجي اوصف السلايد دي بقول section in soft tissue showing benign capsulated growth formed of proliferated adipocytes او proliferated fat cells separated by thin stroma. الفات سيلز دهيت showing clear cytoplasm, هنقول لان الفات بيدسولف ان زايلين during البريباريشن. تمام, بس كده في مشكله في الموضوع. وصفت المكان section in كذا showing benign capsulated growth in the form of proliferated fat cells separated by thin fibrous stroma. ايه هنا بقى الماتريكس؟ الماتريكس هو الفات اللي جوه الخليه, اللي هو الانتراسيلولر فات. اللي احنا هنوصفه ازاي؟ هنقول ان السيتوبلازم از كلير از ان الانتراسيلولر فات ديسولف ان زايلين ديورينج البريباريشن. تمام, مفيش اسهل من الشريحه دي. الشريحه اللي وراها برضو بيناين ميزينكايمال تيومر اللي هي الكوندروما, بيناين تيومر طالع من الكارتليج. نفس الكلام, دي بتيجي داتا شو وبتيجي جلاس سلايد. السيستم بتاعها ايه؟ CNS bone and endocrine. دي سيستم في CNS bone and endocrine. اما نيجي نوصف الكوندروما هنوصفها ازاي؟ هنقول ان هو section in cartilage او section in benign tumor. هنقول section in cartilage showing benign capsulated growth formed of a proliferated cartilage cells الكارتليج سيل دول separated بسن fibrous stroma. واجي اوصف بقى السيلز الكارتليج سيلز. الكارتليج سيل زي ما احنا شايفين خلايا لها clear cytoplasm وليها central nucleus, والخلايا دي مش بتمشي واحدة لوحدها, الخلايا دول بتمشوا اصحاب مع بعض, يا اما اتنين او تلاتة او اربعة. يبقى هقول ان الكارتليج سيلز دهيت بيكونوا ايه؟ distributed, ممكن الاقي واحده لوحدها او ممكن ان جروبس, بس غالبا بلاقيهم ان جروبس سنجلي او ان جروبس. الجروب ده ممكن يكون فيه اتنين, ممكن يكون فيه تلاتة, ممكن يكون فيه اربعة. وكل خليه فيهم لها كلير سيتوبلازم. ليه ليها كلير سيتوبلازم؟ لان الخليه دي مش جواها فات بقى, الخليه دي جواها اسمها حاجه اسمها جلايكوجين, والجلايكوجين ده برضو بيدوب اثناء البريباريشن, عشان كده بيخلي السيتوبلازم كلير. يبقى انا كده وصفت ان هو سكشن ان بي 9 كابسيوليتد تيومر formed of اوصف الخلايا proliferated cartilage cells separated by thin fibrous stroma, the cartilage cells arranged singly or in pairs او 3 او 4 او in groups formed of 3 او group نقول cartilage cells arranged يا اما singly or in groups. الجروبس دي formed of 2 او 3 او 4 cells. واوصف ان الكارتليج سيل has clear cytoplasm. ليه؟ لان فيها الكونتنت ليها هاي كونتنت من الجلايكوجين, والجلايكوجين ده بيدسولف ديورينج البريباريشن. الجلايكوجين زي الفات بالظبط بيدوب في الزايلين. طيب وبعدين انا نسيت هنا حاجه, نسينا ايه؟ الماتريكس. هنقول ان الكارتليج سيل دي لاي على بلوش كارتلاجينس ماتريكس, نايمه على الكارتلاجينس ماتريكس اللي هو ده اللي لونه ايه؟ اللي لونه بلو ده, بلوش كارتلاجينس ماتريكس. تمام, يبقى احنا خدنا ايه النهارده في السلايدز والداتا شو؟ خدنا الميزينكايمال تيومر اللي هم البيناين والماليجنانت, وقلنا اي ميزينكايم في الدنيا عباره عن سيلز وماتريكس غير الابيثيليال خالص. الابيثيليال سيلز ليها ترتيب معين ارينجد على بيزمنت ممبرين. الكارتليج الميزينكايم لا, الميزينكايم ده عباره عن سيلز وماتريكس. تمام, لما اجي اوصف البيناين ميزينكايمال تيومر بوصف ان هو كابسيوليتد وفورمد اوف بروليفريتد سيلز, بوصف السيلز واقول انها سيبريتد بفايبروفاسكولار ستروما, واوصف الماتريكس. يبقى انا بقول ان هو كابسيوليتد واوصف السيلز وسين ستروما ما بين السيلز, واوصف الماتريكس سواء كان انترا او اكسترا سيلولر. تمام, زي ايه؟ زي ما خدنا في شريحه اللايبوما قلنا ان هو سيكشن في سوفت تيشو شوينج proliferated adipocytes separated by thin fibrovascular stroma, the adipocyte of the fat cell show clear cytoplasm as fat dissolve during preparation. وما ننساش ان دي شريحة بتيجي في سكين وسوفت تيشو, بتيجي داتا شو, بتيجي جلاس سلايد. لو جات لي جلاس سلايد بعرفها ان هو سيستم سكين وسوفت تيشو والشريحة فاضية ما فيهاش حاجة, حتة ازازة فاضية. تمام, لو جات في الداتا شو بتيجي بالمنظر ده. طيب اللي وراها الكوندروما ده السيستم بتاعها CNS وبون واندوكراين, بتيجي يا اما جلاس سلايد
يا اما داتا شوم. بنوصفها ازاي؟ بنقول ان هو section in cartilage showing benign capsulated growth formed of proliferated cartilage cells separated by thin fibrovascular stroma. The cartilage cells arranged singly or arranged in groups formed of two or three or four cells. When the cells show clear cytoplasm as a high content of the glycogen be dissolved during the preparation, والسيل بتلاقي على بلويش كارتلاجينس ماتريكس. وبعد كده خدنا الاوستيوساركوما واتفقنا ان اي مالجنانت ميزينكايمال تيومر بنوصفه ان احنا بنوصف ان هو مالجنانت انفلتريتيف نون كابسوليتد جروس. بنوصف الخلايا بتاعته اللي غالبا بتبقى سبندل او راوندد او جاينت سيل، وبنوصف ان فيها الفيتشرز اوف انابليزيا، وبنوصف الماتريكس. واتفقنا الاوستيوساركوما بتيجي سيكشن السيستم اسمه سي ان اس بون واندوكراين، بتيجي داتا شو بس ما بتجيش جلاس سلايد. بقول ان هو سيكشن ان بون شوينج مالجنانت انفلتريتيف نون كابسيوليتد جروس فورمد اوف سبندل سيلز او راوندد سيلز او مالتي نيوكليتد جاينت سيلز. وبنقول ان السيلز شوينج فيتشرز اوف انابليزيا، ونقول ايه هم الفيتشرز اوف انابليزيا. والسيلز بتبروديوس الاوستيويد ماتريكس بات ماي بروديوس اوسيس اور كارتيلاجينس اور فايبروس ماتريكس. وخدنا اللي بعدها اللي هي الفايبروساركوما، وقلنا دي شريحه بتكون السيستم بتاعها سكين اند سوفت تيشو، بتيجي داتا شو بس ما بتجيش جلاس سلايد. بنعرفها ازاي؟ هم سبندل سيلز ليهم الارنجمنت اللي هو عامل زي الشوكه اللي في ظهر السمكه الهيرنج بون، والشريحه كلها سبندل سيلز، مفيش اي شريحه عندكم في السكين والسوفت فيها سبندلنج كده بس غير الشريحه ده هي. فبنقول ان هو سيكشن ان soft tissue showing malignant infiltrative non-capsulated growth formed of spindle cells arranged in herringbone pattern. The cells showing features of anaplasia. وقولهم the cell produce collagen on the background. كده دي السلايدز بس بتاع النهاردة، اتنين benign واتنين malignant mesenchymal tumor. بعد كده الجراد بقى اسهل ما يمكن. الجراد بتاعت النهاردة اسهل ما يمكن. ايه هما؟ جار خدناه قبل كده اللي هو الاوستيوساركوما في الهيوميرس. لو تفتكروا الجار ده احنا خدناه قبل كده لما في السكشن بتاع ريبير، لما جينا خدنا الكيلويد وكنا واخدينه، قلنا لان الجار ده الاوستيوساركوما في الهيوميرس ده كان معاه سكين من بره والسكين ده كان فيه كيلويد. النهارده هناخده كمثال لميزنكايمال تيومر. الاوستيوساركوما دي اللي احنا خدنا السلايد بتاعتها من شويه، شكلها بيبقى عامل ازاي جروسلي؟ بقى شكلها بيبقى عامل ازاي في الجار؟ اول حاجه اعرف الجار ده منين؟ بنعرفه من حاجتين، ان هو هيوميرس بتلاقوا فيها الهيد اوف هيوميرس الكوره اللي فوق دي، تاني حاجه السكين اللي بره. الجار الوحيد اللي فيه هيوميرس وفيه سكين من بره، تمام. طيب شايفين المفروض ده كده، المفروض ده الميدالري كافيتي، دي كده حدود الميدالري كافيتي اهي. خلاص شايفين حدود الميدالري كافيتي؟ شايفين الميدالري كافيتي ديستندد ازاي؟ ايه اللي مالي الميدالري كافيتي ده؟ اي بون في الدنيا بيكون عبارة عن ايه؟ اي بون في الدنيا، اي بون بيكون عبارة عن ايه؟ ماسورة كده من برة فيها البيري اوستيوم، تمام، ومن جوة الميدالري كانال اللي هي فيها الايه؟ فيها البون مارو، تمام. طيب الاوستيوساركوما دي بتطلع من كذا منطقة. اما ناخدها في النظري في البون في السيستميك، هنلاقي ان في اوستيوساركوما بتطلع بره عند البيري اوستيوم، وفي اوستيوساركوما بتطلع في الميدالري كافيتي. لما اجي بقى اشوف الجار ده، لقينا ان الاوستيوساركوما فين؟ الاوستيوساركوما اهي ماليه الميدالري كافيتي، دي حدود البون، ده الميدلا اهو. خلاص شايفين ديستندد ازاي بالتيومر؟ هو ده الاوستيوساركوما، تمام. لما بنيجي نوصفها بقى بنقول ايه؟ سكشن فين السكشن ده؟ سكشن ان هيوميرس شوينج ايه؟ مالجنت السبيسيمن عندنا هيوميرس شوينج ايه؟ مالجنت انفيلتريتيف جروس. الساركوما ليها وصف جروس. احنا اتفقنا ان الساركوما دي سارك يعني ايه؟ يعني فليش، يعني حاجه فيها لحمه. فالساركوما دي بنوصف انها فليشي ماس، وبعد فليشي اقول الثلاثة اي اللي هما ايه؟ ال-defined irregular infiltrating growth. يبقى هي فليشي ال-defined irregular
infiltrating طبعا non capsulated gross. وما انساش ان اي ساركوما فيها هيموريدج اند نيكروزس. يبقى انت دلوقتي في الساركوما بتوصف ايه؟ بتوصف ان هي فليشي، وبعد فليشي هي فليشي non capsulated، وبعدهم التلاتة اي الريجولار ال ديفايند انفيلتريتنج تيومر. التيومر ده موجود فين؟ ديستندنج الميدلري كافيتي، تمام. وبعد كده ما ننساش نوصف السكين بقى، ان السكين فيه كيلويد اللي احنا خدناه مع بعض في السكشن بتاع الايه، بتاع الريبير. يبقى ده جار سهل جدا، بعرفه منين؟ طبعا طبعا الجار ده بيجي لنا في الامتحان عليه حرف الايه، حرف الاس، لان هو سكشن في سوفت تيشو، تمام. طيب بعرفه منين؟ بعرفه عندنا من الهيد اوف هيومرس دهيت، وبعد كده بلاقي ان الميدلر كافيتي بتاعنا ديستند ده هو بالتيومر وفي سكين من بره. يبقى ده اعرف ان ده الجار بتاع الاوستيوساركوما اللي فيه كيلويد. اوصف ازاي الاوستيوساركوما؟ بوصفها ان هي فليشي الريجولار ال ديفايند انفيلتريتنج نون كابسوليتد ويز ارياز اوف هيمرج اند نيكروزس. ولازم توصف اللي هي الايه، ما تنساش توصف، دونت فورجيت انك توصف ان السكين فيه كيلويد. يبقى الدايجنوزس اوستيوساركوما اوف هيومرس ويز مالتيبل كيلويدز. الجار اللي وراها جار برضو في البون، ميتاستاتيك كارسينوما اوف ذا فيمر. ده الجار بنلاقي مكتوب عليه الاو اللي هو في الاوستيويد، يعني في الاوسيوس تيشو. وبنلاقي ايه؟ الجار الوحيد اللي فيه عظمه مكسوره. بتلاقي شايفين العظمه المكسوره دي؟ الجار اللي فيه عظمه مكسوره على طول بقول ان هو ميتاستاتيك كارسينوما في الفيمر. انا ولا شايفه كارسينوما ولا شايفه بتاع، شايفين بس عظمه مكسوره، تمام. العظمه المكسوره دي ميتاستاتيك كارسينوما في الفيمر. ليه؟ لان دي عظمه البون. ده مش اتفقنا ان اي تيومر ممكن يبعت للبون؟ دي التيومر ده البون دي كان فيه تيومر في الجسم وبعت له ميتاستاسيس. فالميتاستاسيس دي ساعات بتعمل بتكسر البون، فكسر البون نتيجه لديزيز، مش كسر نتيجه لتروما، ده كسر نتيجه للميتاستاسيس اللي راح لها. فالكسر النتيجه للميتاستاسيس ده بنسميه باثولوجيك فراكتشر. يبقى دي ميتاستاتيك تيومر في الفيمر ويث باثولوجيك فراكتشر. اي ميتاستاتيك كارسينوما هنوصفها زي اي تيومر، الريجولار انفيلتريتنج ال ديفايند ماس ديستند الميدلري كافيتي اوف ذا فيمر كوزينج باثولوجيك فراكتشر اوف ذا فيمر. يبقى السبيسيمن اللي قدامي دي ايه؟ فيمر، خلاص ماشي. طيب ايه الوصف بتاعها؟ فيها مالجنانت تيومر. ما هو الميتاستاسيس ده هو وصف المالجنانت تيومر، الريجولار ال ديفايند انفيلتريتنج نون كابسيوليتد ديستند الميدلري كافيتي وكوزينج باثولوجيك فراكتشر اوف ذا فيمر. والدايجنوزس ميتاستاتيك تيومر اوف ذا فيمر اسوشيتد ويذ باثولوجيك فراكتشر، تمام. وده بنعرفه منين؟ الجار الوحيد اللي في البون اللي فيه عظمه مكسوره. طيب اللي بعديه بقى عندنا برضو في البون سهل قوي. ده بقى بيجي الجار، امال بيجي ايه؟ بيجي لك حته سكال كده، حته عظمه بتمسكها في ايدك، مش موجود في جار اصلا، فسهل جدا جدا انك تعرفه. بتلاقي حته عظمه، عظمه سكال طالع منها كوره، يبقى هو عظمه في السكال، سكال عاديه اهي، سكال بون، حته سكال بون طالع منها كوره. ده بيناين تيومر طالع من السكال، اسمه اوستيوما. اسمه ايه؟ اسمه اوستيوما. سهله جدا جدا، لان هي اصلا بتيجي من غير جار، هي واحده تانية، والتانيه اللي بتيجي من غير جار دي شكلها مختلف تماما عندي. يبقى بعرفها منين؟ حته عظمه من غير جار، يعني يا سعد ويا هنا اللي بتجيله دي في الامتحان، خلاص بتبقى طالع منها زي كوره كده، دي بنسميها الاوستيوما، نوع من انواع البيناين تيومر اللي موجود في البون اللي هناخده بالتفصيل لما ناخد السيستميك. نوع اسمه كومباكت اوستيوما او ايفوري اوستيوما. شايفين ايه؟ السبيسيمن عندنا بارت اوف سكال. الجروس بيكتشر شايفين ايه؟ جلوبولر نون كابسيوليتد هارد ماس. ما تنساش توصف انها هارد ماس. يبقى جلوبولر نون كابسيوليتد هارد ماس، خلاص. لونها ايه الماس دي؟ ايفوري وايت. ايفوري هي لون العاج، ايفوري وايت. ونقول السايز بتاعها بالتقريب حوالي 3-4 سنتي، خلاص. وبنوصف هنا دونت فورجيت في الوصف، في جمله عندك كده في الكتاب زياده، في جروف. الجروف ده موجود عند البيز اوف ذا ماس اتمبت اوف سوينج اوف ذا تيومر، يعني كان عايز يقع لوحده. يبقى الوصف وصف بيناين تيومر، بس طبعا نون كابسيوليتد لان هو طالع من البون. يبقى ده بنقول ان هو نون كابسيوليتد جلوبولر هارد ماس حوالي 3 سنتي، لونه قد ايه؟ ايفوري وايت،
وما ننساش كلمه السوينج دهيت او الجروف دهيت خلاص، والدايجنوزس بتاعها كومباكت اوستيوما او ايفوري اوستيوما اوف ذا سكال. الجار اللي بعده جار في الريسبيراتوري، بيجي عليه حرف الار، بنلاقي نص لونج كده، لونج مقسومه بالنص سيكشن ان لونج، بنلاقي اللونج دي كلها نوجولز، اللونج كلها نوجولز لونها اصفر صغيرين قوي، شايفين اللونج كلها نوجولز صغيره قوي، نوجولز صغيره قوي. ايه الجار ده؟ ده ميتاستاتيك كارسينوما في اللونج، يعني كارسينوما كانت في اي حته في الجسم وبعتت لللونج ميتاستاسيس، فالميتاستاسيس اللي موجوده في اللونج بعت ايه؟ نوجولز كتيره قوي، مش ماس واحده لا، لان هي جايه من بعيد، فطبعا بتديني نوجولز كتيره قوي فين؟ في اللونج. تمام، يبقى لما نيجي نوصف هنا بنقول سكشن في اللونج، لما اجي اوصف الميتاستاتيك نوجول بقول ان هما ايه؟ سمول نون كابسيوليتد جريش وايت نوجولز، واقول الحجم بتاعهم. تمام، بس كده، يبقى هو سكشن في اللونج شوينج سكاترد سمول جريش وايت نوجولز، والنوجولز دي تبقى نون كابسيوليتد، واقول السايز بتاعها، والدياجنوزس ميتاستاسيس في اللونج. مفيش اسهل من كده، جارات سهله جدا جدا النهارده. تمام، طيب الجار التاني اللي بتاع اللونج النهارده جار عبيط وسهل قوي، جار من الجارات اللي احنا ايه اللي كان اللي بيكون فيها تانج وحته من اللارينكس وكده، خلاص فاكرين خدنا واحد زيه المره اللي فاتت اللي كان فيه الماليجنانت ألسر، كان فيه برضو تانج اهوت، خلاص ماشي، وكان فيه حته من اللارينكس، يعني تانج، وبعد كده دخلنا على الايه على اللارينكس اهي، بس اللارينكس فيها ايه هنا النهارده؟ فيها كورتين على الجنب، كوره اهي، نص كوره اهي ونص كوره اهي، دي كانت كوره واحده بس هم قسموها بالنص. ايه الكوره دي؟ دي فايبروما في اللارينكس. لو فاكرين في اول سنه خالص خدنا الجار بتاع الفايبروما بتاعت السوفتيش، وقلنا ان الفايبروما ليها ستامبه بنمشي عليها، ايه هي؟ كابسيوليتد جلوبولار جريش وايت ماس، واقول السايز. دي نفس الكلام، بقول ان عندي هنا السكشن فيه تانج وفيه الابيجلوتس وفيه اللارينكس، ده السبيسيمن. الجروس بيكتشر ايه؟ بنقول ان احنا عندنا جلوبولار كابسيوليتد جريش وايت ماس، واقول السايز بتاعها، واقول ان هي بايسكتد بس، والدياجنوزس فايبروما في اللارينكس. يبقى إيه، مفيش اسهل من كده، وهنشوف الحاجات دي كلها ان شاء الله لما نطلع المتحف مع بعض المره اللي بعد اللي جاي، ما تخافوش منها، كلهم سهلين وكلهم مميزين جدا عن بعض، الجارات اسهل من السلايدز بكتير. يبقى الجار ده بيجي عليه حرف الار ريسبيراتوري، بلاقيه ايه؟ واحد من ضمن مجموعه جارات عندنا في المنهج بتيجي بالتانج والابيجلوتس واللارينكس. طب ده ايه؟ لا، يا في كورتين على الجنبين او كوره مقسومه بالنص على الجنبين، يبقى ده فايبروما في اللارينكس، واستنبط الفايبروما كابسيوليتد بيناين جراي او سوري كابسيوليتد جراي شوايت جلوبولار ماس، واقول السايز بتاعه. تمام، طيب الجار اللي بعدها اسهل جار في الدنيا، جار بيجي مكتوب عليه سوفت تيشو. الجار ده بيتلاقيه شكله عامل ازاي؟ عليه حرف الاس اللي هو سوفت تيشو. الجار ده بيكون لونه اصفر، وتحس ان على وش الفورمالين بتاعه من فوق زيت مزيت، والله تحس ان هو فيه زيت او سمنه على وش الفورمالين بتاع الجار ده، اللايبوما. تمام، معروف جدا، يبقى السيستم بتاعه مكتوب عليه حرف الاس، وبتلاقيه لونه مصفر كده، والجار نفسه مزيت من جوه، وعلى الوش بتاعه كانك عارفين لما بتعملوا شوربه بتاعه الفراخ وبتكون السمنه طافيه على فوق وش الشوربه كده، هو بالظبط نفس المنظر بالظبط، تيبيكال بتبقى الدهون سايحه فوق وش الجار، فدي معروفه قوي اللايبوما. لما بنيجي نقول السكشن السبيسمن بتاعها بنقول ان هي ماس سوفت تيشو ماس، ده السبيسمن. الجروس بيكتشر بنوصفها ان هي كابسيوليتد يلوش سوفت جريزي ماس، واقول السايز بتاعها، وبنقول ان الكات سكشن بتاعت اللايبوما، الكات سكشن بتاع اللايبوما بتكون لوبيوليتد، من كتر ما هي طريه كده او سوفت بتبقى عامله لوبيول، يبقى بقول ويز لوبيوليتد كات سكشن. والدياجنوزس ايه؟ والدياجنوزس لايبوما. يبقى ده سكشن مكتوب عليه سوفت تيشو، بعرفه منين؟ بعرفه ان هو جار مكتوب عليه حرف الاس، والجار ده هو بيكون على وش الفورمالين بتاعه زي ما يكون سمنه سايحه كده،
وبنقول ان هو لما نيجي نوصفه بنقول ان السبيسيمن عندنا سوفت شماس، وبنقول الوصف كابسيوليتد سوفت يلوش جريزي ماس، جريزي يعني مدهننا، ويز لوبيوليتد كات سكشن، ونضرب لها اي سايز مناسب. طبعا دي مثلا ما تقوليش 2 في 2 يعني، دي سايز مناسب 10 في 10 سنتي مثلا، تمام. وبعد كده الدايجنوزس لايبوما. الجار اللي بعده جار عبيط جدا، جار في الدايجستيف، حته انتستين بين التعريجات الروجيه بتاعت الانتستين اهي باينه قوي، وفيها كوره من تحت. الكوره دي عباره عن ايه؟ فايبروما برضو، بس فايبروما في الانتست، مفيش اسهل من كده. طيب اوصفها ازاي؟ سكشن شوينج ايه؟ ادي انتستين اهو، ده السبيسيمن عندنا انتستين. وصف الماس ايه؟ كابسيوليتد جلوبيولر ماس ويز جريش وايت كات سكشن، واقول اي سايز بتاع 2 في 2 سنتي مثلا. طيب ما ننساش بقى هنا حته معينه اكتب عليها دونت فورجيت، وهنعلم عليها بالماركر. دونت فورجيت ايه؟ مش دي ماس يا ولاد في اليومن بتاعت الانتستين؟ يبقى ما فوقها، يبقى الماس دي سد اليومن، يبقى اللي فوقها ده كله عملت انتستينال اوبستراكشن. طب الانتستينال اوبستراكشن يعني اي انتستينال كونتنت مش هتعدي، فلويدز فود ستول مش هيعدي، دي قافلاه خلاص. ففوق هنا الانتستين فيها اوبستراكشن، يبقى الحته اللي فوق دي هتبقى دايليتد، عشان في ايه؟ عشان في انتستينال اوبستراكشن. يبقى بقول ان هنا في الفايبروما بوصفها، واقول ان الابر انتستينال سيجمنت شوينج دايليشن ديورينج الانتستينال اوبستراكشن، والدايجنوزس فايبروما اوف انتستين ويز انتستينال اوبستراكشن. يبقى ده بيجي جار عليه حرف الدي اللي هو الايه؟ الدايجستيف. بنعرفه بنلاقيه ازاي؟ بنلاقيه الانتستينال روجي اهيت، وتحت في ماس عامله زي الكوره، يبقى دي فايبروما. لما اجي اوصفها بقول ان هو السبيسيمن انتستين، بقول هنا ان دي كابسيوليتد جلوبولر جريش وايت ماس 2 في 2 سنتي، واقول كوزنج انتستينال اوبستراكشن ويز دايليشن اوف الابر انتستينال سيجمنت. واجي اقول الدايجنوزس، اقول ان هي فايبروما في الانتستين ويز انتستينال اوبستراكشن. يبقى ايه السلايد؟ ايه الجارات بتاعت النهارده؟ اسهل جارات في الدنيا في السكشن بتاع النهارده. اول جار اللي خدناه قبل كده الاوستيوساركوما بتاع الهيومرس، بنعرفه ازاي؟ بنعرفه ان احنا السكشن طبعا مكتوب عليه حرف الاو، في الهيد اوف هيومرس فوق الكوره اللي فوق دي، وفي سكين من بره، الجار الوحيد اللي فيه سكين في البون. طيب ايه بقى ده؟ شايفين الميدالري كافيتي ديستندد بالتيومر اللي هي الاوستيوساركوما. يبقى السبيسيمن عندنا هيومرس او ارم اي حاجه. طب ايه ده الوصف بتاعها؟ وصف الساركوما اللي هو ايه؟ الريجولر ال ديفايند انفيلتريتنج فليشي نون كابسيوليتد ماس ويز اريا اوف هيموريج اند نيكروزس. وبنقول ان الماس دي انفيلتريتنج الميدالري كافيتي. وبعد كده نقول ان الكفرنج سكين اوف ذا ارم شوين كيلويد. الدايجنوزس اوستيوساركوما اوف ذا ار اوف ذا هيوميرس ويز كيلويد، تمام. طيب اللي بعدها سكشن فين؟ في بون برضو، عظمه مكسوره، العظمه المكسوره الوحيده اللي في البون ميتاستاتيك كارسينوما ان ذا فيمر. يبقى انا عندي سكشن ان السبيسيمن فيمر، الوصف وصف مالجنت تيومر، الريجولر ال ديفايند انفيلتريتنج نون كابسيوليتد جريش وايت ماس انفيلتريتنج ميدالري كافيتي اوف ذا فيمر كوزنج باثولوجيك فراكتشر اوف ذا فيمر. اللي وراها على طول بتيجي سكال من غير جار، وطالع منها كوره كده، دي بنسميها الاوستيوما اوف ذا سكال، ده بيناين تيومر بيطلع من البون، هناخده بالتفصيل في السيستم. طيب وصفها ايه؟ وصفها السبيسيمن عندنا سكال، التيومر ده بقول جلوبولار نون كابسيوليتد ايفوري وايت ماس حوالي 3 سنتي، والماس بتبقى هارد، واقول ان في جروف هنا ورا الماس خلاص، از ا ترايل اوف سوينج اوف ذا تيومر، كان بيحاول يقع لوحده. طب اللي وراها اللونج بيجي عليه الحرف الار اللي هو ريسبيراتوري، سكشن في اللونج كلها نودولز لونهم اصفر، ده ميتاستاتيك كارسينوما في اللونج. بقول ان السبيسيمن عندنا سكشن في اللونج، لما باجي بوصف بقول ان اللونج شوينج مالتيبل سكاترد جريش وايت او يلوش نودول نون كابسيوليتد نودول كذا في كذا سنتي، والدايجنوزس ميتاستاسيس ان ذا لونج. طيب اللي وراها بنلاقي هنا برضو ريسبيراتوري سيستم، حته من التانج وادي اللارينكس، وفي كورتين على الجنب، دي فايبروما في اللارينكس. هنا على طول استنبط الفايبروما، اول حاجه السبيسيمن بنقول ان هو تانج وابيجلوتس ولارينكس، الوصف بقول ان هو جريش وايت جلوبولر كابسيوليتد ماس كذا في كذا سنتي، والدايجنوزس فايبروما ان ذا لارينكس.
دي سكشن بيجي في السوفت تيشو جار بيبقى لونه مصفر وعليه زي سمنه كده من فوق وش الفورمالين، يبقى دي لايبوما. السبيسيمن سوفت تيشو، سوفت تيشو ماس. الوصف بنقول ان هي ايه؟ جريزي يلوش سوفت كابسيوليتد ماس كذا في كذا سنتي ويز لوبيوليتد كات سكشن، الدايجنوزس لايبوما. طيب بعد كده جار مكتوب عليه حرف الدي، دايجستيف عبارة عن انتستن. الانتستن عرفتها منين؟ من الروجي اللي فيها، وعندنا هنا كورة فيها ايه موجودة اهي، خلاص الكورة دي بتبقى ايه اللي هي الفايبروما، والفايبروما عاملة انتستنال اوبستراكشن ويز دايليشن اوف الابر انتستنال سيجمنت. يبقى هنا السبيسيمن بقول ان هو سيكشن ان انتستن. الوصف بنقول عندنا احنا عندنا جلوبيلر جريش وايت كابسيوليتد ماس، والماس دي causing intestinal obstruction with dilation of the upper intestinal segment will diagnose fibroma of the intestine with a with intestinal obstruction. يا ريت يا ولاد لما نذاكر نذاكر بالاستنباط وبالكومنتات، وما نأجلش الكومنتات لآخر السنة. أتمنى إن أنا ألاقي يعني الدنيا تتحسن شوية في طريقة كتابة الكومنتات، لأن دي حاجة مهمة جدا جدا، ما تستهونوش بيها وما تأجلوهاش، حاجة ما تقلش قيمة عن مذاكرة النظري وليها استنباط وسهلة جدا. فياريت لو حفظنا بس الاستنبة دي ممكن تخلينا نقدر نوصف 10 جرات 10 سلايدات بنفس الاستنبة الواحدة، فهتوفر وقت كتير قوي وهتنفعك والله. يعني في اخر السنة بيبقى فيش وقت اصلا تحفظوهم، فاللي مش هيسمع الكلام دلوقتي وهيندم اخر السنة والله بجد، وهتفتكروا الكلام ده بعدين. بس كده هنسجل بقى الاوديو بتاع النظري بتاع النهارده. باي باي.